ربنا بزت وجوزي واقف حال، والمصحف جوزي عليه فلوس مطنينه والله، والمصحف هنحبس الصبح واقف حالنا وبختنا اسود من المايه اللي شارتنا شاي، وانتوا قاعدين وبيتنا نعدت وعيالنا واقفه من المدارس، ولا جايين ناكل ولا جايين نشربوا، واقف حالنا وانتوا قاعدين في بيوتكم، والمترشحين فعلا المترشحين، واجروا الدوسراتكم وادوا المعمية وخلوا المية، واقف حالنا والمصحف جزر هنحبس الصبح، واقف حالنا يا جماعه وزراعتنا وبيوتنا اللي نهدي، المايه بقالها 15 يوم شايلاني، بقالها قد ايه المايه؟ بقالها 15 يوم زي ما انت شايف كده، اللي حصل الزرع زراعه باظت، زراعتنا البطاطس باظت، والله والله جوزي جايب 10,000 دوي، هيسد منين؟ يجيب منين يا جماعه؟ يجيب منين جوزي ويسد منين؟ وبيوتنا اللي نهدت، والله والله ما دخلت البيوت، نروحوا فين يا ناس؟ ودرانا وحابك وخزيننا كله باص. انا في المدرسه وبقالي شهر ما رحتش المدرسه، واخواتي والناس كلها يعني العيال كلها ما راحتش المدرسه، فالمدرسه واقفه الوقت واحنا مش عارفين نطلع ولا نروح ولا نيجي، وزراعتنا باظت والناس طلعت، ما الميه مش عارفين نمشوا على السكك، والسكك وقعت، والناس تحت برضه في ريحنا هنا برضه طلعت من البيوت، والاراضي باظت والسكك وقعت، مش عارفين نروح المدرسه، هنروحوا فين ونيجوا منين؟ الناس احنا كمان شويه هنطلع، اخرنا بكره هنطلع، احنا مش عارفين نروح المدرسه ولا نروح هنا ولا هنا، احنا مش عارفين بقى نروحوا فين احنا، المدرسه دلوقتي العيال ياما بقالنا شهر ما رحناش المدرسه، هنتعلموا ازاي؟ ارضينا باظت، الزراعه باظت، خلاص كده الزراعه ما عادش فيها نفع، يبقى قدامنا سنه ثانيه قبل ما نعدلها، البهايم، البهايم طلعناها، طلعناها بره في اي حته ثانيه، هنعمل له ايه؟ المايه غرقت، ولا مسؤولين بيسالوا علينا، ولا محافظين بيجوا يجونا هنا، ولا امن، ولا رحنا امبارح رحنا هناك منطقه ابو حمص عشان نشكو عشان العنبر يشتغل، جم رمونا البطايق في وشنا والطرق مقطوعه علينا، يا ريت في طرق سليمه نمشوا عليها نروح المدارس، انا حاليا دوت انا في ثالثه ثانوي ولا عارف نروح ولا عارف نيجي، انا في معهد ازهر ودلوقتي انا مفصول، حاليا انا مفصول وهنروح نعيد قيد هناك في القاهره ب 1200 جنيه. طب انا هنجيب 1200 جنيه ازاي والزرعه بتاعتي بايظه والارض مش عارف نطلع ايه والبهائم بتاعتي ميته. هنجيب منين انا؟ بقول لهم يشوفوا حل، شوفوا حل في اللي احنا فيه دي. ما بتزيد ما بتقلش. يا ريت بيجوا يسالوا، هم بيجوا يبصوا وياخدوا نفسهم ويردوا تاني ما بيعملوش حاجه. ويا ريت بيجوا المحافظ والمحافظ يجي يشوف شوف الدنيا دي. انا عايز يجي هنا يشوف البحيره دي. البحيره دي بقت بحيره بحالها زي الاول بالظبط، الناس دي كلها اللي تحت ديت ما عادش في حد تحت خالص، الناس ميته مش عارفين ينزلوا ونجيبوها، حتى العواميد واقعه في الكهرباء وكهرباء الميه تحت، مش عارفين ينزلوا تحت حاليا دلوقتي. بتوع الكهرباء بيسالوش علينا، الكهرباء جت علينا انهار، الميه جت علينا انهار. ولا احنا عارفين نطلع نجيبوا اكل لنا ناكله، ولا الارض عارفه تطلع لنا، الارض باظت خلاص على كده. الزرعه دي باظت خلاص ما عادش هتطلع حاجه.